السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم هند من اسطنبول. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. فيديو اليوم ان شاء الله غنوريكم مطاعم اللي كدير اللحم بشكل رائع، اللي ما عمركم ما غتشكاو لا من الزفوريه ديالهم لا من الطعم ديالهم اللي خايب، حيت عارفه ان الاغلبيه ديال السياح عندهم مشكل كبير مع اللحم في تركيا. فاليوم ان شاء الله غنوريكم اماكن غادي تمشيو على ضمانتي غتاكلوا فيهم احسن لحم يمكن لكم تذوقوه، فخليكم معايا في الفيديو باش تعرفوا التفاصيل. فقبل ما نبدا الفيديو بلا ما نذكركم، ما تنساوش لايك وتخليوا لي تعليق زوين وتصيفطوا الفيديو للناس اللي قريب ان شاء الله يجيو لاسطنبول. ولا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشاركوا. على بركه الله المطعم الاول متواجد بقرب من السوق المصري، هذاك هو الباب السوق المصري راه كتشوفوه في الراس، غتمشيو اتجاه ديال ال سي واي كيكي الزنقه ديالها غتلقاوه، هو كافور ماجي غوز. المحل صغيور، صاحب ديالو هو هذا، هو اللي كيسربي، خدامين معاه واحد جوج ديال العيالات كيف كتشوفوا. ما كاين لا منو لا حتى شي حاجه، عنده طبق واحد اللي كيقدم والخبز راه هو كيحمص فيه. عنده واحد اللحم اقسم بالله لا رائع بزاف، عرفتو لدرجه انني مشيت صورت عنده وداس يومين عاود رجعت عنده كليت، ما نقولش لكم الطعم. حاجه واحده اللي كيسالكم عليها هو واش بغيتو المرافق بورغول ولا بغيتو بيلاف. بيلاف هو الروز، واش بغيتو الروز اولا البرغل. والروز راه كيسالي لي لحقاش منين داز يومين وعاود ترجعت عنده باش نعاود ناكل عنده، قال لي الروز راه ساهله. غير باش نقول لكم هذا راه معروف بزاف عند الاتراك، وما غتلقاوش العرب غتلقاو عنده غير الاتراك، حيت الزنيقه اللي جا فيها مضرقه بزاف، يعني راه ما تخيلش لكم. عرفتو داك الشيء عنده نقي وزوين. سيد شغادي نقول لكم تبارك الله الدنيا عامره، يعني في وسط الاسبوع ما تلقايش فين تجلسي، بعض المرات كتوقف تسنى حتى كيخرجوا شي حد عاد باش كتجلسوا، حيت ما عندوش الطويبلات بزاف، عنده شي اربعه ديال الطويبلات. ما بغيتش نصور الناس لحقاش كانت الدنيا عامره، فبقيت مركزه عليه هو كيصور، فهو كيعبر باش عجبني صراحه باللي هو تيعبر غير اللحم. لاحظت في هذه القضيه انتما راه كيعبر في الاول غير اللحم، كيصفيه كيحيد منه لاصوص، وعاد باش كيزيد الصلصه من الفوق بلا ما يعبر زعما بالصلصه، كتجي واحد الطبق حداه كيكون فيه الطماطم والبصل والربيع والحامض، وكيكون الايران او اللبن ديالهم شويه مالح، وهو كيمخلط فيه النعناع، هنا كيجي غير الحار والزعتر الا بغيتو تزيدوه كاضافات. اللحم عرفتو زبده، اللحم رائع، واحد البنه فيه راه ما يمكنش. كما قلت لكم كاين الروز وكاين البرغول، بجوجهم زوينين، حاولت انني نجربهم يعني بجوج نذوقهم باش نعرف اشنو كاين، ولكن كما قلت لكم الروز عليه الاقبال بزاف. يعني الوجبه عاديه يعني ما فيهاش شي حاجه، ولكن السر كامل كاين في الـ في الـ في الحماس، طيبين بواحد الطريقه. وباش نقول لكم هو ما كيحلش يوم الاحد، كيحل من اثنين حتى للسبت وكيسد بكري. بالنسبه للناس اللي غيبغيو يمشيو في العشيه، هو عاده داير الخمسه كيسالي، ولكن منين سولتو داكشي وهضرت معاه قال لي راه نقدر الى سالا لي اللحم مع الربعة مع الثلاثة ونص نقدر نمشي في حالاتي. ونيت لقيت واحد جوج ديال الرجال جاو عنده قالوا ليه يومين وحنايا كنجيو عندك، ومثلا تلقاوك سديتي بكري، كيقول لهم راه ملي كتسالي ليا ما كيسالي اللحم وداكشي راه كنسالي. وانا مشيت عنده يعني في الوقيته النهار الثاني، فاش مشيت في الوقيته يعني ديال الغداء، الوقيته ديال الجوج هكاك ولا الجوج ونص، لقينا الروز ساله، بقى غير البرغول واللحم كان قليل. فهذا هو الايران، الايران هنايا راه هو اليوغورت ديالهم مالح، وهذا مصنوع يعني يدوي، كيكون هو زايد فيه عاده ما كيكونش فيه النعناع، ولكن هو زايد فيه النعناع فجا زوين بزاف. انا هنا كنعاود نصور لكم معنا، جلست حدا الطاوه، فهذا ماشي ديالنا ديال الناس اخرين، وهذوك الخبيزات راه هما اللي تيصاوبوهم نيت وتيحطهم لكم سخونين، داكشي صراحه واعر. واكيد عنده مشروبات اخرى بالنسبه للناس اللي ما غيبغيوش الايران، كاينين كوكاكولا، كاين المشروبات الغازيه يعني بالانواع ديالها، كاين الماء، كيبقى لكم الاختيار. بالنسبه للوجبه مع المشروب ككل 200 ليره، 200 ليره هي 110 درهم مغربيه يعني 10 اورو او 11 دولار مجموعه. وكنظن الا بغيتو الوجبه بوحديتها بلا ما تشربوا حتى شي حاجه كتقام 175 ليره.
ما كاين شي فرق بزاف. هذا اليوم الثاني دابا الفيديو اللي خديته يعني عاود رجعت المره الثانيه. وتيقوني ملي كتاكلوا اللحم وكتخلطوا معاه داك البصله وخصوصا البصله ومطيشه عتي كتجي واحد النكهه اخرى. هذاك الشلاضه يعني كيعطيها لك هو بالمجان. هنا حاولت نقرب لكم سميتو لحقاش جيت النهار الاول نهار الثاني بحال تعرف عليا. عاود سولته بزاف ديال الاسئله زعما وقتاش كتسدوا داكشي باش عطاني اجوبه. اللي غادي نقول لكم انكم ضروري خاصكم تمشيو ليه صراحه التعليكه ديال اللحم والله العظيم دابا كنسجل لكم الصوت وما كرهتوش هدايا. يستحق تجربه. انا ملي كتخرجوا نيت من الزنقه ديالو كتخليو ال سي واكيك على اليمين ديالكم كدوروا على اليسار ديالكم كتبقاو غادي نيشان غتخرجوا في السوق المصري راه هو قريب. ندوزوا دابا للبلاصه الثانيه. هذا غادي نوريكم احسن شاورما صراحه لحد الان دقتها. سبق لي شاركته معكم ولكن غنعاود نوريكم الاسعار الجديده ديالو. المسجد اللي كنا قدامه دابا هو مسجد ديال نور عثمانيه كاين قبالت الغرون بازار. وهذا اللي على اليسار ديالنا اللي كنتمشاو بالجنب ديالو هو الغرون بازار. ايضا غادي نخلي لكم لتحت الموقع ديالو بالضبط باش يمكن لكم تمشيو عنده. ولكن غير بغيت نوريكم زعما الطريق بالنسبه للناس اللي ما كيكونش عندهم الانترنت اولا الماب. فغادي تخليو الجامع كما كتشوفوا غادي تخرجوا من الكرون بازار من الباب ديال الكرون بازار غيبان لكم المسجد ديال نور عثمانيه. راه الا خرجتوا من المسجد تما كتلقاو البيازيت وداكشي. نتوما يعني غير تخرجوا من الكرون بازار تشوفوا الباب ديال المسجد ما تدخلوش مع الباب غتدوروا على اليسار ديالكم وغتنزلوا هنايا على اليسار راه تقدروا تنزلوا للسوق ديال محمود باشا. وهنا كتدوروا على اليمين ديالكم راه معروف بزاف كيكون دائما عنده واحد الصف اللي هو طويل كما كتشوفوا من الناس من احسن الشاورمات. الا ما خفتش نكذب ونقول لكم احسن شاورما كاينه في اسطنبول شوفوا الصف اللي كيكون عليه هو هذا دونيرجي شاهين اوستا. الحاجه اللي ما تتعجبنيش كما قلت لكم اخر مره وغنعاود نقولها هو ما عندوش فين تجلس كتاكل واقف. عندو بلاصه منين كتشريو وبلاصه منين كيوقفوا الناس. انتما كيف كتشوفوا كتوقف كتاكل واقف. هادي هي الحاجه اللي ما كتعجبنيش. ربما هو دايرها بالعاني باش الناس ما يطولوش لانه تبارك الله ديما عنده الزحام. ولكن صراحه الجلسه عندها طعم اخر. كيف كتشوفوا عندهم غير شاورما بوحديتها الثمن ديالها 90 ليره. اما تاخذوها بيدي كما كياخذها كلشي في واحد الخبز هذا بيدي اولا بغيتو تاخذوها في هذاك الخبز اللي كيكون رقيق كيبقى الاختيار ليكم. ولكن هو كيدير كلشي في هكا من غير الا بغيتو الخبز اخر كتسولوه. والمشروبات ايران ب 20 ليره 11 درهم يعني اورو. وبالنسبه للمشروبات الغازيه 25 ليره. وكيقول لك راه كاتب لك هنا باش حتى واحد ما يجلس فوق من هذه الرخامه حيت كاينين بعض الناس اللي كيجلسوا هنا الفوق. فكتاخذ الايران ديالك كتاخذ الشاورما صراحه واعره بزاف. عتي اللحم ما فيه لا شحمه لا حتى شي حاجه. عتي الحيمات الحيمات هادشي اللي كيعجبني عنده. وكيدير معاه غير البصله ومطيشه والربيع وكيبقى الطعم ديالو صراحه رائع. وغير الزحام اللي كيكون على برا راه يبين لكم كيجيو عنده الناس من جميع الجنسيات لانه جد جد معروف. واخا شحال هذيك كنا كناخذو ارخص من هذا السعر دابا ولا ب 90 ليره فقط الشاورما. يعني كتعتبر شاورما غاليه بالنسبه للاسعار الاخرى ولكن غتاخذوا شي حاجه اللي رائعه ما غتندموش عليها. 90 ليره تقريبا هي 50 درهم مغربيه 4 اورو ونصف. تستحق بشده انكم تجربوا عقلوا عليه مزيان. راه كلشي غنخلي لكم تحت الموقع ديالو بالضبط. وغير بالجنب ديالو كاين واحد معروف ديال الكبده حتى هو كيكون عليه الزحام راه هو فالدخله تماك الا بغيتوا تجربوه. المطعم الثالث بعيد عن الشاورما داكشي خفيف اولا بعيد على المطعم الاول اللي عنده فقط يعني طبق واحد. هذا المطعم سبق لي ايضا شاركته شحال هادي وبغيت نعاود نذكر به المشاهدين الجداد اللي هو ماتو ايت اللي جاي في المنطقه ديال الفاتح بالضبط عند دوك القواس اللي كاينين في ديك الجرده ديال الفاتح. الناس اللي كيمشيو للسوق ديال الاربعاء في البديد ديال الشارع ديال فوزي باشا راه باين بزاف وموجود في الماب. وانا غادي نخلي لكم حتى لتحت الموقع ديالو على الخريطه. كاين تميز هو عنده باش كيعجبني هذا المطعم عنده كل شيء. يعني بغيتو الكباب ديال يعني الدجاج اي حاجه بغيتو. انا راه دايرين الرايه ديال المغرب عاود زوميت عليها. ولكن باش كي يتميزوا هما بالبوريان. هاد البوريان هما اللحم تيخشيو فحال هكاك بالطول تحت الارض
كيطيب على الفحم، راه كاينه الطريقه عندنا حنايا في مراكش، ما عرفش كيفاش غنوصفها هذيكم، ولكن بحال في المطموره كيخشيوه لتحت وكيطيب بالمهل على الفحم. المذاق ديالو صراحه واعر، وانا كيعجبني هذا المطعم لعده اسباب. اول حاجه كما قلت لكم عندهم واحد الاختيار واسع ديال الاطباق، يعني القائمه ديال الطعام ديالهم مليئه، يعني كترضي جميع الاذواق، يعني اش ما بغيتو كاين. عندهم مقبلات زوينه عربيه وتركيه، عندهم ايضا الاسعار ديالهم مناسبه، يعني الاسعار ديالهم ماشي ديك المبالغ فيها والغاليه بزاف، حتى هو تيكون بزاف عامر بحال كاين مشي توصل اسبوع كيكون شويه هكا خاوي، ولكن الجلسه فيه زوينه، فيه كنظن تسع ديال الطوابق. إلا بغيتو تجلسوا الفوق يعني في التيراس زوينه، مع البرد بزاف الناس ما كيجلسوش الفوق في التيراس، ولكن الجلسه زوينه. اولا لتحت كاينه جلسه فحال في الجريده، ممكن يعجبني صراحه المكان عندهم، يعني داكشي نقي، كاينين الحمامات. كيف كتشوفوا بغيت ندير لكم جوله، حيت اخر مره كنت صورت لكم دخلتكم نيشان، يعني ما وريتكمش البلاصه. بزاف الناس صراحه اللي مشاو عندهم وعجبوهم بزاف، من المطاعم اللي تشكروا لي بزاف في الفيديو، وبقاو الناس كيكتبوا لي شكرا، مشينا الماتو ايت زوين زوين زوين. المهم هو هذا الاسعار الجداد اللي غنقول لكم، لحقاش اي حاجه هنا في تركيا، وخصوصا الاكل كيتزاد السعر ديالها، اذا ما كانش الدوبل كاين تريبل، يعني من شهر لشهر تقريبا، يعني بزاف ديال المطاعم اللي كيبدلوا القائمات ديالهم. كيف كتشوفوا غنبداو بالبوريان، بوريان هو هذا بوريان، كاين بالعظم وكاين بالعظم. كيف كتشوفوا بالعظم كيعطوك 100 غرام وبالعظم كيعطوك 200 غرام. السعر دابا ديالو حاليا ديال البورسيون الواحد هو 85 ليرة، اللي هي تقريبا نقوله 50 درهم مغربي، 4 أورو ونصف. وهنا المقبلات كل حاجة والسعر ديالها كما كتشوفوا، باش كيعجبني يعني كل حاجة حاطين لها الثمن ديالها من التحت، داكشي مصور مقاد على حقه وطريقه. بغيتو شلاضات كاينين، بغيتو هذا جبن أبيض أو اليوغورت ديالهم هما كيصوبوه يعني في المنزل، كاين تبوله، كاين يعني هذوك المقبلات اللي كنسمعوهم عربية، كاينين موجودين هنايا. كيف كتشوفوا الشكشوكه، ورق العنب عندهم زوين، دقتو واحد المره. عندهم البصله هذه في الفران زوينه، حتى هي كتجي مشويه هذه البصله. عندهم الشكشوكه كما قلت لكم، عندهم عندهم حتى داك الكبه كاينه، البطاطا فريت، عندهم بزاف ديال الاطباق كما قلت لكم، ما كتحسسش غير على اطباق اللي هي تركيه، فعندهم مخلط عربيه تركيه، بابا غنوج. وصراحه كيعجبوني بزاف هي هذه الكبه، الكبه المقليه عندهم هنايا 22 ليره الحبه الواحده، 22 ليره تقريبا هي 12 درهم مغربيه اورو، يعني الاسعار ديالهم صراحه مزيانين. وهنايا الا بغيتو بحال مثلا بغيتو طبق ديال المشوي هادو ديال الكفته، بغيتو عاوتاني طبق ديال مخلط هكا ديال المشاوي، عندهم كبير هكا الكفته اللي كتكون مشويه مع الدنجال، شيش خروف، عندهم دجاج. الناس اللي ما كياكلوش للحم ديال البقر او للحم ديال الخروف، كاين عندهم حتى ستيك. كيف كتشوفوا هذه ستيك هنا 120 ليره، كي الا بغيتوا تاخذوا يعني البورسيون الواحد، يعني الشخص تاخذ طبق بورسيون واحد، كنقولوا بورسيون واحد للشخص، او لكن كتاخذ بالكيلو. فصراحه هذا المطعم كما كنقول لكم، ملي كيكون هم اصحاب ولا شي حد اللي كنبغي ندير ليه شي عراضه، كديه وراسي مرفوع على هذه البلاصه، حيت كتعجب كل شيء. وكما قلت لكم كاين واحد الاختيار شاسع، وعندهم المويكله زوينه. انا عني شخصيا كناخذ دائما البوريان، الوليدات ديالي بعد المرات كياخذوا الادانا كباب. ادانا كباب هو ديك الكفته مشويه، كناخذ لهم انا البيتي ما كتكونش حاره. عندهم حتى الحلويات، عندهم البكلاوة، عندهم هذه الشريحة بالعسل، عندهم الكنافة. ما عمري ما دقت عندهم الكنافة، ولكن دقت عندهم الكاتمير. الكاتمير هو بحال المسمنة ومطوية وفيها البيستاش. عندهم حتى الفطور كما كتشوفوا، فطور تركي الشخص الواحد 120 ليرة، صراحة رخيص، بلاصة أخرى والله ما تلقاوه بهذا السعر. 120 ليرة هي 65 درهم، يعني 6 أورو للشخص الواحد. وهادو المشروبات الغازية والمشروبات العادية الباردة، كيعطوكم دائما هاد السلطة فابور، هادي كتجي
كتجي فابور هي وهاد الطبيسه. لا هذه عفوا هذه خديناها ديال البنجال، هذه اللي كتجي فابور بحال المطيشه والفلفله حاره، هذه اللي كيعطيو فابور هي وديك السلطه فقط، هذوك الجوج. اما الوسطانيه حنا خديناها زايده اكسترا، ومن بعد خدينا البوريان، هذا هو الايران ديالهم، هذا الايران المفتوح اللي كيصاوبوه هما، كيكون فيه ديك الكشكوشه، وكيعطيوكم واحد الخبيزه دائما كتجي طايبه سخونه سخونه بزاف، كتجي هذيك اللي كتكون خاويه من الداخل ورقيقه صراحه. الا مشيتو عندهم ما غتندموش، لانه كما قلت لكم الاسعار ديالهم مناسبين، يعني لما بغيتش نزيد فيه نقول لكم رخاص، مناسبين مقارنه مع بزاف ديال الاماكن اللي شفت. وشوفوا هذا الخبيز كيفاش داير، وهذا الخبز كيبقاو يجيبوه لكم خط سالي وتعيطوا عليه يقول لي زيدنا الخبز يزيدكم. في الاول كيعطيكم هذيك المقبلات كتبداو بهم بما جابوا لكم الاطباق ديالكم، وعد هنا جاب لنا البوريان ديالنا. صراحه باش ما نكذبش عليكم، انا اللي كاين كنقولوا انا جاب لي البوريان، انا دائما كناخذو بالعظم، انا دائما كنمشي ناكل عندهم، ودائما ما عندي حتى شي مشكل، من غير هاد المره اللي لقيت اللحم قاسح شويه بارد، ما ماشي بارد بارد ولكن قاسح كما كتشوفوا. ف ما نكذبش عليكم ما ترددتش، عيطت ليه ملي ندقتو، عيطت للسرباي قلت لي سلام. المهم قلت لي انا دائما كنجي ناكل من عندكم، ولكن اليوم اللحم ما عجبنيش، ماشي كيف العادي، موالفه كناخذ اللحم فتي بزاف كذا هذا. هو صافي ما عاودش معايا الهضره، هز الطبسيل وقال لي كنعتذر، غادي نمشيو بدلوه، ربما عطاوك يعني طرف اللي بقى يعني ماشي من هذا الجديده اللي يلا جبدوها. المهم قلت لي انا ما عمرني ما كان عندي هذا المشكل معاكم. المهم انا عطيته فرصه، كليت واحد جوج ديال الضغمات، من بعد عاد عيطت ليه وكان بدل ليا. وهنا غنقول لكم ما عمركم ما تحشموا، ما عجبتكمش الحاجه، جاتكم بارده، جاكم ستيك او اللحم او اي حاجه قاسحه ولادي، عيطوا على السرباي وعلموه. فهذا هو الشكل ديالها بالعظم، كما قلت لكم كيعبروا لكم 200 غرام، هي راه ماشي كثيره بزاف ولكن زوينه. وديك الخبيزه اللي لتحت راه كيصاوبوه هما، وكيجي يعني سخون بزاف حيت كيكون طايب. وهنا ملي بدل لي اللحيمات جاو فتيين وزوينين، كيكون معاه واحد شويه ديال الشحمه، الناس اللي ما كتبغيش الشحمه يمكن لكم تطلبوا بلاش. انا صراحه كتعجبني بهذيك الشحيمه ديالو حيت كتعطي واحد البنه زوينه. في الفيديو اللي كنت ديك المره درت فكنا خدينا الحلويات من بعد صورتهم ليكم مع الاسعار ديالهم. هاد المره مع الاسف ما حليناش، خدينا ومشينا لبلاصه اخرى فين خدينا الحلاوه. بما ان كنهضروا على اللحم، واخا ما خليتش عنده مؤخرا باش نقول لكم السعر اخر سعر، ولكن تشيه زادي جاه كباب كيتعتبر حتى هو من احسن الشاورمات اللي كاينين، شاورما باللحم اللي كتقطع هكا على شكل يعني فهاد السيخ اولا فهاد القطيب وكتعاود تشوى، حتى هي رائعه بزاف. غترجعوا للفيديوهات ديالي ديال الاكل غتلقاوني صورتها تماك بالتفصيل، حتى هو خاصكم ضروري تمشيو ليه. كان هذا هو الفيديو ديالنا بخصوص اللحم، لانه بزاف ديال الناس كيعطوني تعاليق بخصوص اللحم، ما كيعرفوش فين يمشيو ياكلوا وما تيعجبهمش، لذلك وريتكم اماكن وانا متاكده لمشيتوا اليوم غادي يعجبوكم. خصوصا الاول ضروري خاصكم تمشيو الكافور ماجي غوز. ونسيت ما وضحتش واحد القضيه باللي ملي كنا خارجين المره الثانيه سمعت واحد السيد كيقول لي واش ما كاينش طاطلي يعني الحلاوه، فوقفت قلت لي واش كدير حتى الحلويات، قال لي عاده كيديروا هذاك الرز بالحليب سوتلاش اللي كيكون في الفرن، ولكن ما كانش عنده ما بقاش. اما كان ديك الساعه متوفر كنت غادي ناخذو باش نصورو لكم، فانا مشيتو نتوما سولوا عليه الا بغيتو تحليو نيت عنده، كنظن انه غيكون عنده زوين لان اللحيمات ديالو واعرين. كنشكركم بزاف على المشاهده ديالكم، كنتمنى مره اخرى انه يعجبكم الفيديو، وكنقول لكم الى فيديو جاي ان شاء الله. سلام عليكم.